حيث الحشد لدخول هذه المنطقة من قبل قوات الأسد، وتخوف طبعا من حدوث مجازر جديدة. حدثنا ما الذي يجري. نعم، السلام عليكم. حي القابون الدمشقي هو الجبهة الأعنف. النظام السوري يكثف من عملياته في القابون لاتصالها بحي برزة الدمشقي، وهي امتداد للغوطة الشرقية من جهة عربين وجوبر وحرستا، أيضا هي مدخل للعاصمة دمشق، لذا النظام يتخوف جدا من هذه المنطقة. الجيش الحر يسعى حتى هذه الساعة لإخلاء الحي من المدنيين المحاصرين بعد أن تم الإفراج عنهم من مسجد العمري الذين تم محاصرتهم، يعني حوالي 200 شخص كانوا محاصرين ضمنه، الآن محاصرون ضمن المدينة. يحاول الجيش الحر ليعني إفراغ هذه المدينة من المدنيين تحت قناصات النظام وقصف الدبابات والمدفعية. هذا القصف المستمر على مدار الساعة سواء في القابون أو عموم الغوطة الشرقية سوف يسبب كارثة حقيقية وخطر على الجرحى والمدنيين، الجرحى المدنيين من الجيش الحر. أيضا المواد الطبية بدأت تنفذ في الغوطة الشرقية المحاصرة وحي القابون الدمشقي ومعظمية الشام. بالرغم من اتساع الغوطة الشرقية جغرافيا لا يوجد إلا 3 مشافي تعنى بالعمليات الجراحية وإسعاف الجرحى. هذه المشافي الطبية تنجز أكثر من 10 عمليات جراحية يوميا، إضافة لبعض النقاط الطبية الموجودة هنا وهناك للإسعافات الأولية فقط. أعداد الشهداء تزداد في كل لحظة من المدنيين والمجاهدين بسبب نقص حاد بالمواد الطبية جميعها دون استثناء، وخاصة الصادات الحيوية والمسكنات ومواد التخدير. نقص مواد التخدير يعني بتر أطراف المصابين وهم يعون على ما يحدث، وقد يتوقف قلب المصاب أثناء العملية من شدة الألم. أيضا هناك نقص بالمواد الإسعافية، مفجر الصدر الذي ينقذ حياة مريض بوجوده شبه مفقود في الغوطة الشرقية. نعم. الشاش الطبي، مواد التعقيم أيضا شبه مفقودة. حي القابون الدمشقي يعاني من استنزاف هذه المواد ومعظمية الشام. أيضا أمر آخر جدا، هناك يعني نقص في موضوع الاستقصاءات الطبية، وأعني بكلامي أنه لا يوجد مطلقا. تميم، سؤال أخير، تميم، عندك أرقام عن حصيلة تخص القابون باختصار؟ بالنسبة لحي القابون اختي الكريمة، هناك تخوف من حدوث مجزرة بحق المدنيين المحاصرين ضمن هذه البلدة. الجيش الحر كما ذكرت يحاول انقاذ هؤلاء المدنيين وسط هذا القصف، هناك عدد كبير من الجرحى، يعني حالة مأساوية. وصلت الفكرة، ونذكر من جديد بالمجزرة التي وقعت في حمص، ذهب ضحيتها نساء وأطفال، العدد الإجمالي حتى الآن 20 شخص. أشكرك تميم الشامي مراسل شبكة شام الإخبارية.